بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم جميعا أن الدستور المصري الصادر عام 2014 قد عدل في إبريل 2019 في عدد من مواده، أخصها المادة 102 التي نصت على أن يخصص للمرأة في مقاعد مجلس النواب عدد لا يقل عن ربع المقاعد من إجمالي تلك المقاعد، وبالتالي كان لزاما أن يعدل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأيضا اقترح تعديل على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. إنما من المهم جدا أن نشير إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أن هناك مشروع متكامل قدمه أيضا ائتلاف دعم مصر يوم أمس الموافق 7 يونيو 2020. هذا المشروع هو خاص بمجلس الشيوخ، لأن طبعا الدستور لما عدل في إبريل 2019 استحدث بابا سابعا بعنوان مجلس الشيوخ. المشروع تضمن أن مجلس الشيوخ مشكل من 300 عضو، وأن 100 يصاروا إلى انتخابهم بنظام الفردي، و100 بنظام القوائم، والثلث يعينه اللي هي 100 الثالثة الأخيرة يعينه السيد رئيس الجمهورية. هذا حسبما نص الدستور على ذلك، أن الدستور نص على أن الثلثين منتخبين والثلث معين. بطبيعة الحال النظام الانتخابي إذن جمع بين نظام القوائم والنظام الفردي، هذا أمر دستوري بامتياز. النظام الانتخابي على أساس القائمة المغلقة التي يصار إلى إعلان نجاحها بالأغلبية المطلقة، وتضمن المشروع عددا من المواد التي تتحدث عن اختصاصات مجلس الشيوخ، وبشكل أساسي اختصاصي بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي، مقامات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والواجبات وتعميق النظام الديمقراطي. وطبعا نص أيضا في المشروع على أنه يؤخذ رأيه في المواد المتعلقة، المقترحات المتعلقة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه السيد رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. ومن الهام جدا أن المجلس يختص بما يحيل إليه سيد رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياستها في الشؤون العربية والخارجية. واضح من ذلك أن المشرع المصري اتجه إلى أن ينفذ هذه النصوص الدستورية إنفاذا تشريعيا حتى يصاروا إلى انتخاب مجلس للشيوخ إن شاء الله. هذا للتعديلات الدستورية التي تمت في إبريل 2019، والتي من أهمها أنه تخصص للمرأة عدد من المقاعد يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب، وأن عددا من الفئات التي كان الدستور في عام 2014 نص على أنها تكون لفصل تشريعي واحد أضحى الدائمة، أنا أعني بذلك العمال والفلاحين والأقباط والشباب والمعاقين ومصري الخارج. فتقدم ائتلاف دعم مصر بمشروع قانون لإنفاذ هذه الاستحقاقات الدستورية. أهم ما فيه أنه نص على أن مجلس النواب يشكل من 568 عضو، 25% على الأقل من إجمالي عدد المقاعد للمرأة. الانتخاب يجمع ما بين الفردي والقائمة. المقاعد الفردية مخصص لها 284، ونظام القائمة 284، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح على أي منهما. يعني بمعنى آخر أن القائمة 50% والفردي 50%. بالنسبة للدوائر الخاصة بنظام القوائم هي 4 دوائر. ال4 دوائر دول 2 منهم مخصص ليهم عدد 42 مقعد، و2 مخصص لكل طبعا،
واثنين مخصص لكل 100 مقعد. الدوائر الاثنين المخصص لكل 42 مقعد يلزم حتما ان تتضمن 3 من الاخوه المسيحيين، 2 عمال وفلاحين، 2 شباب، 1 معاق، 1 من مصريين خارج، على ان يكون منهم او من غيرهم على الاقل 21 امراه.